الأخرى، هل هناك شيء من هذا القبيل أود أن أسمعه منك، يعني فيما يتعلق بممارسة العبادات الشعائر الدينية؟ شما حدوديات وما لا أعتقد أن هناك قيود. صحيح أن مذهبنا الرسمي هو شيعة، ولكن هناك تعايش لأتباع سائر الأديان حتى المذاهب الإسلامية. هناك السنة هناك شيعة أيضا، مثلا شيعة الإسماعيلية، وكذلك الحال بالنسبة للطوائف السنية. ولكننا لا نضع لهؤلاء قيود. حتى هناك دراويش في إيران ولهم نشاط، لذلك كان إيران تمنح الحريات الدينية. ولا أعتقد أن هناك قيود مطلقة. لدينا زلاتوش مسيحيين ويهود ويمارسون طقوسهم العبادية في مراكزهم العبادية الخاصة. أما أن يتصوروا أن الشخص الذي يأتي إلى إيران ويتعرض إلى قيود في أداء طقوسه، طبعا بالنسبة للأديان الإلهية أقصد فقط، فأعتقد أن هؤلاء بإمكانهم أن يستفيدوا من الإمكانيات الخاصة بهم. هناك كنائس في إيران وهناك مساجد كثيرة، حتى مساجد السنة في بلادنا، وهذه المراكز العبادية حتى أنها مسجلة بعدد كبير من قبل منظمة اليونسكو. فيما يتعلق بموضوع أن هناك بعض الآثار الإيرانية التي ربما في الماضي تم سرقتها، يعني لديكم نيات لاسترجاع مثل هذه الآثار أو تعار لكم فترة حتى يعني تعرض في الداخل الإيراني؟ على سبيل المثال مسألة كوروش موجودة لدى البريطانيين على سبيل المثال. نحن أيضا كسائر الدول التاريخية الأخرى كانت لدينا أثار كثيرة أخذت من هناك وتعرض في المتاحف في بلدانهم، ونحن انتبهنا إلى أن الكثير من هذه الأثار قد أخرجت بصورة غير قانونية، ولذلك تقدمنا بالشكاوى ونتابع هذه الشكاوى. وأيضا هناك أثار خرجت من بلادنا وفق تفاهم بين الخبراء والمؤرخين، ولكن قضية مسألة كوروش أيضا هي خاصة لإيران، ولكن تم كشفها في العراق في منطقة بابل قبل طبعا 70 أو 80 سنة تم العثور عليها هناك من قبل فريق تنقيب بريطاني. ولكن حسب اتفاقنا مع البريطانيين كان مقررا أن تأتي هذه المسلة إلى إيران في 16 من يناير، ولكن البريطانيون تخلفوا عن الوعد وبعثنا إليهم قبل مدة رسالة، ونحن ننوي أن نعطيهم مهلة زمنية إذا لم يعملوا بوعدهم. من الطبيعي أننا سوف نضطر لقطع علاقاتنا الثقافية ونعلن لكافة المتاحف في العالم بأنقولها بأن إذا أرادت أن تقيم علاقات مع المتاحف البريطانية يجب أن تبرم عقود صارمة. ونحن نأمل من البريطانيين أن يعملوا بالتزاماتهم وبعهودهم، لأن ذلك سوف يخدم سمعتهم بالدرجة الأولى. ما يتعلق أنت أشرت إلى أن إيران تشارك في أغلب المعارض التي تقام سواء في أوروبا أو سواء في البلدان العربية. إيران لديها حضور فعال وحضور نشط في المعارض التي تقام في البلدان الأوروبية أو حتى على مستوى الاجتماعات التي تعقد. هناك إشكالية، يعني عادة ما يتم الحديث بعد مثل هذه الاجتماعات أو عدد قليل إذا صح التعبير. البعض يقول بأن الوزير الإيراني الفلاني كان قد صافح الوزير الإسرائيلي الفلاني، أو رئيس منظمة السياحة والتراث في إيران قد قام بمصافحة وزير السياحة الإسرائيلي. هذه الإشكالية، يعني هل من تعليمات محددة فيما يتعلق بحضور إيران والكيان الإسرائيلي في معرض واحد أو في مكان واحد؟ وبشكل خاص أود أن أسألك، هل في على هامش معرض مدريد أو في معرض مدريد للسياحة، هل تمت مصافحة بينكم وبين وزير السياحة الإسرائيلي، وقام رئيس الجناح الإسرائيلي أيضا بزيارة الجناح الإيراني؟ نعم سيد بقائي.
إن هذا الموضوع طبعا في البداية أريد أن أقول أن هذا الموضوع لا متصل ليس متصلا بالوفد الإيراني، ولم يحدث أي لقاء بين المسؤولين الرسميين الإيرانيين والإسرائيليين في إسبانيا. هذا كذب ولم يحدث ذلك مطلقا. الوفدنا مطلقا لم يلتقي مع المسؤولين الإسرائيليين مختلف مستوياتهم، وطبعا هناك كاميرات ربما كانت 500 أو 600 كاميرا. جميع الوكالات الإخبارية الغربية كانت حاضرة. من الطبيعي لو كان هناك مثل هذه الأمور ما كانت خافية على هذه الكاميرات، ولكن لماذا الإسرائيليون يضخمون من ذلك؟ عليهم أن يجيبوا، وربما أن هذا دليل على أنهم يعيشون وضعا نفسيا خاصا ويتخبطون ويريدون أن يثبتوا أو يسجلوا لأنفسهم سمعة ويسعون لإيجاد مثل هذه البيئة وهذه التصورات. ولكن النقطة الأساسية، نحن نعمل في المجالين التراث الثقافي وأيضا السياحي. نريد أن نقول أن أنهم نهبوا وسرقوا أن عددا من هذه الآثار التي خرجت من إيران من قبل الثورة كانت من قبل هذه المجموعات الإسرائيلية، والكثير من الغاليرات والمعارض التي تحدث خارج البلاد تبيع هذه الآثار، واليهود الإسرائيليين يديرون ذلك. ولذلك أريد أن أقول أنه كان لهم دور كبير قبل الثورة. كان لدينا شخص يسمى حبيب القانيان، وكان من أكبر المهربين من سراق الآثار، وكان له يعمل في سوق طهران. وعلى حال أن الصهاينة قد أساءوا كثيرا للتراث الثقافي الإيراني، حتى التراث الثقافي في الدول الأخرى، وما تشاهدون اليوم ما يقومون فيه في بيت المقدس. ونلاحظ حتى أن الأسواق التي تبيع هذه الآثار في الخارج أيضا يديرها الإسرائيليون. لذلك نحن نعرف أن نظرة الإسرائيليين للتراث الثقافي نظرة اقتصادية، يريدون أن ينهبوا ويسرقوا هذه الآثار ليبيعونها مقابل الحصول على مال، في حين أنهم لا يؤمنون بالقيمة الثقافية لأنهم لا ثقافة لهم. أيضا الحكومة الإيرانية لا تعترف رسميا بإسرائيل، الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعترف بإسرائيل مطلقا. أما أن يأتي الإسرائيليون ويختلقوا لأنفسهم مثل هذه القصص، عليهم يجب السؤال منهم عما يبحثون. سيد بقائي، لم تتم عملية مصافحة بينك وبين وزيرك؟ أبدا أبدا لم تتم هذه العملية، ولم يكن هناك أي لقاء حتى قصير جدا. أساسا نحن لم نشاهد وفدا إسرائيليا، وربما أنهم شاهدونا من